البروسس الاولى في شابتر الريسك مانجمنت هي بلان ريسك مانجمنت. زي ما اتعودنا في بدايه كل شابتر بيبقى فيه بروسس خاصه بالبلاننج عشان تعمل خطه او جزء من خطه اداره المشروع. بلان ريسك مانجمنت المقصود بالبروسس دي ان انا عايز ابدا اعرف انا هعمل ريسك مانجمنت ازاي. عايز ابدا اتكلم عن الريسك مانجمنت اللي انا هعمله كله هعمله ازاي. The process of defining how to conduct risk management activities for a project. عشان بعد كده هيجي عمليات مختلفه للريسك مانجمنت، عمليه الايدنتيفاي للريسكس او عمليه الاناليسيس او بعد كده الريسبونس البلان والامبلمنت، واثناء سير المشروع عمليه الكنترول او المونيتور للريسك. فبالتالي انا محتاج ان انا اخطط للكلام ده بان انا احط الريسك مانجمنت بلان. وزي اي بروسيس ليها مجموعه من الانبوتس والتولز والتكنيكس والاوتبوت. نبدا الاول بالبروسيس ماب الخاصه بالبلان ريسك مانجمنت. اول حاجه بيقولي محتاج البروجكت شارتر. البروجكت شارتر بيديني صوره رئيسيه عن المشروع، بيفهمني الهاي ليفل ديسكريبشن للمشروع. البروجكت مانجمنت بلان وقال لي محتاج منها كل الكومبوننتس اول كومبوننتس. يمكن السبب اللي خلاه يقول كده هنا ان هو محتاج ان الريسك مانجمنت بلان تكون متسقه مع بقيه البلانز. وارد ده طبعا ان هو يكون موجود في بقية النولج اريا التانية بس ما ذكرهوش، لان هو دايما الكتاب بيحاول ان هو يقول include but not limited to. فاحيانا بيعمل هايلايت على حاجة في شابتر من الشابترز واحيانا لا، بس وارد ان هي تكون هنا وهنا. من ضمن الانبوت عندي الستيك هولدر ريجستر، لان انا محتاج اعرف الستيك هولدرز اللي موجودين الريسك توليرانس بتاعهم لغايه فين، الريسك ابيتايت بيقبلوا ريسك لغايه فين، والاي بي اي اف والاو بي اي كالمعتاد. بالنسبه للاوتبوت المتوقع عندي هو الريسك مانجمنت بلان اللي هتقول لي انت هتعمل ازاي مانجمنت للريسك، ايه هي المتطلبات اللي انت عايز تعملها، ايه هي الفورمز او البروسيدجرز اللي هتستخدمها، ايه هي المعدلات الزمنيه اللي هتعمل بيها مثلا ريسك ريبورت كل قد ايه او ريسك ميت، هتعمل الايتيمز او البروسيسز الجايه ازاي، ايه هي التولز والتكنيكس اللي انا هستخدمها. كل ده هيبقى في الريسك مانجمنت بلان. نبدا مع بعض في الانبوتس. الانبوتس اول حاجه منها البروجكت شارتر عشان يديني الهاي ليفل بروجكت ديسكريبشن، صوره عامه عن المشروع عشان ابقى عارف انا بخطط المخاطر لمشروع ايه، هو المشروع شكله ايه، ابعاده ايه. النقطة الثانية البروجكت مانجمنت بلان وقال جميع الكومبوننتس بتاعتها. الكومبوننتس زي السكوب مانجمنت بلان، التايم او السكيدجول مانجمنت بلان، الكوست مانجمنت بلان، جميع البلانز السبسيدري او الفرعية اللي هتكون اجزاء. هو هنا ذكر الموضوع ده عشان تكون متسقة معاهم، عشان تكون الريسك مانجمنت بلان اللي انا بحاول ان انا اعملها في البروسيس دي تكون متسقة مع كل الكومبوننتس. النقطة الثالثة هي البروجكت دوكيومنتس، ومن ضمن البروجكت دوكيومنتس الستيك هولدر ريجستر عشان اعرف الاتيود بتاع الستيك هولدر او التوليرانس بتاعهم او الابيتايت الشهية بتاعتهم تجاه الريسك. النقطتين الاخيرتين الانتربرايز انفايرمنتال فاكتورز، وقال هنا الاوفرول ريسك ثريشولدز سيت باي ذا اورجانيزيشن. لو الاورجانيزيشن عامله ثريشولدز معينه او عتب او ليميت معين ان انا احاول ان انا اخده في اعتباري. الorganizational process assets أو الـ OPA، وذكر منها الorganizational risk policy السياسة العامة بتاعت المؤسسة للريسك، الـ RBS أو الـ risk breakdown structure اللي موجود في المؤسسة، الـ templates for risk management plan لو عندي template معينة، الريسك ريجستر يقصد برضو التمبلت الخاصه بالريسك ريجستر، لو في تمبلت معينه للريسك ريجستر استعملها او للريسك ريبورت التقرير بتاع المخاطر، الليسونز ليرند اللي خدتها من مشاريع السابقه. بدا يدخل على التولز والتكنيكس، واول حاجه بناخدها هي الاكسبرت جادجمنت، ان انا محتاج يكون عندي مجموعه من الاكسبرتس او الخبراء فاهمين في حاجتين، فاهمين في موضوع الريسك مانجمنت بلاننج وفاهمين في نوعيه المشاريع دي. بدا يقول ان انا عايز نوليدج ان اورجانيزيشنز ابروتش فور مانجينج ريسك، ازاي يعملوا اداره للمخاطر، تيلرينج ريسك مانجمنت ان هو يبدا يعمل تفصيل او ان هو ياخد من الريسك مانجمنت الموجود في الاورجانيزيشن الحاجه اللي هتكون متناسبه معاه، سواء هيقلل او هيضيف او هيعمل كاستمايزنج او تخصيص ليها لتتناسب مع احتياجات المشروع. النقطة الثانية هي الديتا اناليسز، ومن ضمن الديتا اناليسز اختار الستيك هولدر اناليسز، لان انا محتاج احدد التوليرانس بتاع الستيك هولدرز اللي انا هقعد معاهم. فبالتالي بعد ما قعدت معاهم واخدت منهم ديتا معينة محتاج ان انا اعمل اناليسز ده.
من ضمن التولز والتكنيكس الميتينجز. الميتينجز انا هقعد عشان اعمل الريسك مانجمنت بلان، فمحتاج ان انا اكون عارف المعايير كلها اللي هتحكمني في الريسك مانجمنت بلان، فعشان كده ممكن احتاج ان انا اقعد مع البروجكت مانجر، مع بعض الافراد من افراد الفريق، مع الستيك هولدرز او بعض الافراد من الستيك هولدرز، مع التيم ممبرز نفسهم في ديسيبلينز اخرى، عشان افهم منهم ايه المخاطر اللي موجوده عندهم، عشان ممكن ان هو يكون عنده اتجاهات معينه هتفيدني في الريسك مانجمنت. بعد كده نتكلم عن الاوتبوت، وطبعا الاوتبوت الرئيسي والوحيد من العمليه دي هو الريسك مانجمنت بلان، اللي هي سبسيدري بلان او خطه فرعيه من خطه اداره المشروع. موجود فيها الميثودولوجي، الميثودولوجي المنهجيه او الطريقه اللي بتعرفني ايه التولز اللي انا اخترتها عشان ان انا ابدا اعمل بيها مانجمنت للريسك. ديفاين ذا سبيسيفيك تولز اند داتا سورسز، مصادر البيانات ذات ويل بي يوزد تو بيرفورم ريسك مانجمنت اون ذا بروجكت. انا حتى الان بعمل الخطه، بس الخطه بقول فيها ازاي انا هعمل، كيف ساقوم بعمليه اداره المخاطر، فبالتالي هيكون موجود فيها الطرق، موجود فيها التول. استخدام التول هيجي بقى بعد كده، لكن انا هنا مجرد بس ان انا بعمل البلان نفسها. قال لي برضو اعمل لي الرولز والريسبونسبيلتيز، قول لي مين هم من افراد الفريق اللي موجودين عندك اللي هيكون مثلا مهتمين بالريسك مانجر، بالريسك مانجمنت. ممكن منهم ريسك مانجر، ريسك سبيشاليست، ريسك انجينير. قول لي الافراد مين والادوار بتاعتهم. الجدول ده بيبين مثلا ان في عندنا مجموعه من الافراد، في واحد ريسك مانجر، ريسك سوفت وير ادمن بيشتغل على البرنامج بتاع الريسك مانجمنت، بيشتغل على واحد من البرامج دي. ممكن يبقى في واحد تاني ريسك انجينير بيساعد في موضوع الريسك مانجمنت. ومن ضمن عناصر الريسك مانجمنت بلان الفاندنج، الفاندنج التمويل بتاع الاكتيفيتيز اللي انا هعملها في عمليه الريسك مانجمنت. انا عايز مثلا ان انا اجيب برنامج او سوفت وير يعمل الكلام ده، او عايز ان انا اعمل اساين لبعض الناس اللي هتشتغل ريسك مانجمنت، او عايز اعمل الكلام ده من خلال الاوت سورسنج، ان انا هدي مثلا لشركه من الشركات او استشاري خاص باداره المخاطر عشان هو يعمل لي الكلام ده. طيب هيتعمل محتاج فاندنج، محتاج تمويل، فببدا ان انا اتكلم عن الفاندنج. التايمينج، ان انا بحدد بقى امتى وكل قد ايه هبدا ان انا انفذ البروسيس اللي جايه، البروسيس اللي منها ايدنتيفيكيشن للريسك، اللي منها اناليسيز، اللي منها المونيتورنج. هعمل الكلام ده كل قد ايه، عمليات المتابعه دي هتبقى كل قد ايه. من ضمن العناصر الريسك كاتيجوريز، الريسك كاتيجوريز هي عباره عن التصنيفات او الفئات اللي انا ممكن استخدمها في ترتيب وتصنيف المخاطر، سواء كان بعد ما عرفت المخاطر عشان اصنفهم، او قبل ما اعرف المخاطر عشان تسهل عليا عمليه التعريف. انا محتاج اعمل تصنيفات او كاتيجوريز. A common way is the risk breakdown structure RBS. It can be categorized according to the following. وبدأ يديني أمثلة من ضمنها external risk أو internal risk، أو إن هو السبب بتاعها كان إيه؟ هل الريسك ده محتمل إنه يحصل بسبب الكاستمر ولا السبلاير؟ cultural difference أو الاختلافات ما بين ثقافة التيم ممبرز مثلا وبعضهم. resistance to change، المقاومة للتغيير. or customers customer، ممكن الكاستمرز بتوع الكاستمر بتاعي، لو انا بعمل مثلا مبنى والمبنى ده بعمله لكلاينت، والكلاينت ده هياخد المبنى وهيبقى عباره عن شقق ويبيعه لكاستمرز تانيين، فده الكاستمر بتاع الكاستمر بتاعي، customers of customer او customers customer. طيب التقسيمة التالتة ممكن ان هو يكون على حسب السورس نفسه، هل بسبب السكيدجول، بسبب الكوست، بسبب الكواليتي، سكوب، ريسورسز، بسبب الكاستمر ساتسفاكشن. ممكن دي كلها تبقى تصنيفات للكاتيجوريز. وبدا ان هو يديني بعض الاشكال للريسك بريك داون ستراكشر. ممكن مثلا ان انا اقسم الريسكس على حسب المانجمنت، التكنيكال، الليجال، البوليتيكال. المانجمنت منها حاجات خاصه بالسكيدجول، ريسورس، البلاننج، الكوميونيكيشن. والتكنيكال ممكن تبقى على حسب الديزاين، السايت، الكواليتي، الكوردينيشن. الليجال زي الديسبيوتس، المنازعات، الريجوليشن امبيجيوتي، عدم الوضوح او الغموض في التشريعات. لايسنسز اند بيرميتس، التراخيص والتصاريح. البوليتيكال، النواحي السياسيه زي الوورز والسترايكس، الاضرابات والحروب. البرايبس، الرشاوي. الريفوليوشن، الثورات. وبدأ يدي مثال تاني برضو زي الريسك بريك داون ستراكشر، منها مثلا التكنيكال ريسك، المانجمنت ريسك، كوميرشال، اكسترنال. طبعا انا بحاول ان انا اعمل الار بي اس اللي ممكن يكون مناسب. بدأ يقول لي برضو ان من ضمن الريسك مانجمنت بلان في الستيك هولدر ريسك ابيتايت، الابيتايت بتاعتهم، شهيتهم او التولرانس بتاعهم تجاه الريسك، لغاية فين ممكن ان هم يرضوا بمخاطر معينة.
should be expressed as risk thresholds. Thresholds عبارة عن أعتاب أو limits اللي لغاية عندها ممكن الريسك ده يكون acceptable من الستيكهولدر المعين. That will determine the acceptable level of overall project risk exposure. Definitions of risk, probability and impact. عشان أبدأ أن أنا أقول الـ probability دي low ولا medium ولا high لازم يكون في معيار، لأن أنا هعرف مجموعة كبيرة من الريسكس. طيب عشان تقول لي ده high وده medium وده low يبقى محتاجين أن احنا نحط معيار معين. من ضمن المعايير مثلا أن هو الامباكت بتاعها مثلا على التايم، لو الامباكت ده هيأخر المشروع بأقل من 10% ممكن ده يبقى لو ريسك، لو من 10-25 ميديم، لو أكتر من 25 هاي، وده طبعا معيار استرشادي ممكن يختلف عن كده. طبعا هنا بيتكلم على الامباكت، ممكن هو يتكلم على البروبابيليتي زي ما بيتكلم على الامباكت. في هنا برضو جدول كان حطه البي ام اي أو الكتاب، وحاطت مثلا مجموعة من الكاتيجوريز زي very high, high, medium, low, very low, nil، وبيقول probability هتبقى قد ايه، التايم او الكوست، الامباكت عليهم، الامباكت على الكواليتي، بحيث ان هو يكون معيار استرشادي بالنسبة لي عشان لما اجي اعمل تصنيف للريسك او تحليل، يعني analysis, qualitative analysis، ابدأ اقول probability والامباكت اصنفهم high وmedium ولو على اي اساس، يكون عندي معيار محدد نكون فعلا متفقين عليه. من ضمن برضو الايتمز اللي في البلان البروبابيليتي اند امباكت ماتريكس. الماتريكس دي عبارة عن مصفوفة بتصنف لي هو البروبابيليتي امتى تبقى هاي او لو او ميديوم، بحيث ان انا ابدا ان من خلالها احدد هل الريسك ده هاي او ميديوم او لو عن طريق ان انا هضرب البروبابيليتي في الامباكت زي ما هنشوف كده في الماتريكس. خلينا ندخل الاول على الماتريكس وبعد كده عشان نبقى متخيلينها، وبعد كده نرجع للتكست تاني. هنا بيقول لي انا عندي اتنين ماتريكس، واحده للاوبورتيونيتي واحده للثريت. الاوبورتيونيتيز او الفرص هلاقي مثلا ان انا في عندي جزء يعتبر لونه غامق وجزء وسط وجزء فاتح. نفس الشيء في الثريتس، انا على حسب الريسك هستعمل واحده منهم مش هستعمل الاثنين، على حسب الريسك ده ثريت ولا اوبورتيونيتي. لو افترضنا ان هو ثريت يعني عباره عن تهديد، طيب التهديد ده لو كان احتماليته البروبابيليتي اللي هي موجودة على المنحنى الرأسي، لو كانت احتماليته very low أو منخفضة جدا، فهبدأ ألاقي مثلا إن الفيري لو دي بتبدأ من 0.1, 0.30, 0.5, 0.7, 0.9، والكل معيار منهم حاطط تصنيف اللي هو very low أو low أو medium أو high و very high، وببدأ إن أنا ألاقي على المحور الأفقي نفس الشيء، بس بدل ما كان للبروبابيليتي هيبقى للإمباكت، هنا كتب لي النيجاتيف إمباكت. فببدأ ان انا اشوف مثلا هو التصنيف فين، فلو التصنيف مثلا كان very low بالنسبة للprobability ومودريت بالنسبة للإمباكت، هلاقي مثلا ان الاثنين 0.1 و 0.2 عبارة عن 0.02، ده حصل ضرب الاثنين في بعض. طب لو كان very high للإمباكت و very high للprobability، هلاقي ان 0.9 مضروبة في 0.8 هتبقى 0.72، فده كده بسميه السكور. السكور ده هستخدمه بعد كده في الاناليسز، بس انا هنا في البداية بحط بس الماتريكس دي من ضمن الخطة عشان ابقى واخد في اعتباري ان انا عندي خطة موجودة فيها ارقام، الارقام دي عبارة عن معايير عشان بعد كده ابقى استخدمها وانا بعمل الاناليسز. طيب هل الارقام دي اجباريه؟ لا، الارقام دي انا اللي بحطها بنفسي. لو نلاحظ ان البي ام اي ما حطهاش بستيب ثابته، يعني حطها 5 10 20 40 80، ممكن انا احطها بستيب ثابته 10 20 30 40 50، او 10 30 50 70 90 مثلا، احط الارقام اللي انا شايفها ممكن تكون مقبوله، او ان انا استعمل الماتريكس اللي عطيها لي البي ام اي او اللي عطيها لي الشركه او الاورجانيزيشن عندي من ضمن البروسيدجرز الموجوده. الفكره في الاستعمال نفسه، ان انا هستعملها ازاي، ان انا لما هقول على ريسك معين ان هو مثلا هاي في الامباكت، هعرف ان هي الهاي هو العمود دوت عبارة عن البوينت فور، ولو قلت مثلا ان هو لو في البروبابيليتي هعرف ان هو الصف ده، فتقاطع الصف ده مع العمود ده هعرف السكور كام، او هضرب البوينت فور في البوينت ثري هلاقي ان هي بوينت وان تو. طيب هستفيد بقى بايه بالارقام ديت؟ الارقام دي هيبقى كل ريسك عندي لو سكور، السكور بتاعه من خلاله اقدر ان انا اصنف،
أبدأ إن أنا أرتبهم من خلال السكور تنازلي عشان أعرف أني فيهم له سكور عالي، لأن ده السكور العالي بيبين إن أنا لازم أتعامل مع الريسك ده لأن احتمالية إنه يحصل كبيرة، ولو حصل هيبقى الإمباكت بتاعه كبير، على عكس لو كان صغير جدا السكور بتاعه هيبقى مش محتمل إنه يحصل، ولو حصل الإمباكت بتاعه قليل جدا فبالتالي مفيش داعي إن أنا أخده في اعتباري قوي. وما بين الهاي واللو هلاقي تفاوتات مختلفة، فمحتاج الميتريكس دي عشان أصنف بيها المخاطر. نرجع تاني للتكست اللي كان عندي، كان بيقول لي probability and impact matrix descriptive terms such as very high, high, medium, low and very low، ممكن يبقى 5, 4, 6 على حسب الكاتيجوريز اللي انا عايز احطها، or numeric values القيم الرقمية اللي انا بعبر بيها عن الترم ده، عن high، الهاي تبقى مثلا 0.9 او 0.95 او 0.85 على حسب انا احطها ايه، او استخدم الميتريكس اللي موجودة جاهزة واسهل على نفسي. Where numeric values are used, they can be multiplied to give probability impact score. Probability impact score عبارة عن score بيخلط ما بين الحاجتين، ما بين الـ probability يعني أخذ في اعتباره الاحتمالية كام، وأخذ في اعتباره التأثير. For each risk لكل risk which allows the relative priority عشان أبدأ أن أنا أعمل ترتيب بالأولوية بشكل نسبي. Of individual risk to be evaluated على الـ risks اللي موجودة عندي عشان أبدأ أعرف هو أنهي risk العالي أهتم به وأبدأ أن أنا أعمل له evaluation، وأنهي risk قليل أبدأ أن أنا يعني أتجنبه أو أن أنا أخليه في الـ watch list أراقبه عن بعد. بس reporting formats الصيغ بتاعة التقارير، انا ببدأ ان انا بحط في الخطة الفورمس اللي انا ممكن استخدمها، او الفورمات او النموذج او الشكل اللي انا هستخدمه لتقرير معين هستخدمه بعد كده. فهنا في الخطة ما بيتكلمش على الاستخدام، هو بيتكلم على الفورمات نفسها، بيتكلم على النموذج نفسه اللي انا هستخدمه في عملية الريبورتينج. The content and format of the risk register and the risk report as well as any other required output from the project risk management process. كل ده هيبقى من ضمن الفورماتس اللي موجودة في الريسك مانجمنت بلان. عملية التراكينج، ازاي ان انا هبدأ اعمل عملية متابعة لانشطة الريسك المختلفة، هيبقى مثلا بشكل اسبوعي ولا اسبوع واسبوع، هبدأ ان انا اتابع اعمل اجتماع معين عشان اتأكد هل الريسك ريجستر العناصر اللي موجودة فيه بتتابع بشكل دوري، هل في ريسك حصل فعلا، طيب الريسك اونر اللي كان مختص بمتابعة الريسك ده اخد اكشن ولا لا، طب هل في ريسك جديد ظهر ان احنا نضيفه، طب هل كان في ريسك موجود وخلاص لم يعد محتمل ان هو يحصل، طيب أبدأ ان انا اسجل الحالة دي في ان هو ما بقاش متاح ان الريسك ده ممكن ان هو يحصل. ببدأ بقى في عمليات التراكينج دي بريبورتس بميتينج بمتابعة للريجستر بانشطة خاصة بالكوميونيكيشن، ببدأ من خلال كل ده ان انا اعمل تراكينج. How risk activities will be recorded and how risk management process will be audited. بصنف او بفهم او بعرف الكلام ده في البداية في الريسك مانجمنت بلان.